رجعنا إياكم مشاهدينا من جديد، وخلينا نروح برفقة زميلنا عارف شهيد بجولة مباشرة نتعرف على الإنجازات الحكومية اللي موجودة هناك وتحديدا بمجسر الصدرين بالمثنى. يسعد صباحك عارف. ممكن لحد ما يجهز عارف. نعم. كثير من الإنجازات تحدثنا منها عنها قبل قليل، خصوصا اللي هي قريبة من المواطن. اليوم هذه المجسرات والجسور وتوسعة الشوارع، ممكن على الرغم من ما نشاهده من زخم مروري خصوصا على مستوى بغداد اليوم على داخل بغداد، لكن إنه لما تشوف أكو إنجاز، تشوف انه اكو مشروع، اكو توسعه على الطرق. اليوم اغلب الطرق الموجوده هي باتجاه التوسعه، مثل ساحه السور والبنيه التحتيه ما جاي تستوعب اللي موجوده اليوم عندنا. عدد السيارات والاشياء اللي استحدثت كل الحكومات السابقه دائما ما تفكر بالمشاريع الخارجيه، او اذا انت تفكر في داخل هذه المحافظات فما راح تلقى بها. يعني اليوم برغم الاشياء والمضايقات اللي صارت بالنسبه للمواطن والازدحامات، لانه اليوم انت عندك ساحه النسور وباب المعظم وساحه عدن، هاي من اماكن مفصليه اللي تكون بها موجوده، لكن يعني انت راح تستغير بها بالمستقبل بانه راح تخفف لك او غيرها من الامور الثانيه. بس هاي الامور سابقا ما كان احد يفكر بها، يعني تفكر في مشاريع خارجيه تبقى الازدحامات الموجوده. وشفت اكو سرعه بالانجاز هاي المناطق حتى برغم ما غيروا الوقت والدوام، لكن اليوم بدنا نشوف اكو سرعه حتى تكمل وترجع الحياه مثل ما كانت. بالضبط حيدر، اليوم هو هذا الزخم خصوصا بزخم السيارات، الحل الوحيد هي المجسرات على اعتبار انه بالضبط مثل ما قلت هذه البنيه التحتيه. خلينا نشوف عارف اذا جهز ويانا. عارف، مجسر الصدرين شنو نسبه الانجاز اللي به وكيف ممكن انه يخدم ابناء محافظه المثنى؟ يسعد صباحك مره ثانيه. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام اللي يتابعونا اينما كانوا. حقيقه مجسر الصدرين هو من اكبر المشاريع ومن اكبر المجسرات على مستوى العراق. هذا المجسر طبعا بطول 3800 متر وايضا بسبع محاور. الان اكتمل المحور الاول ده يعمل، والمحاور الباقية تباعا المحور الثاني خلال تقريبا 60 يوم. بعموما المشروع واصل نسبة إنجاز تقارب 90%. هذا المشروع طبعا الهدف منه هو فك الاختناقات، وأيضا يوزع بسبعة محاور اللي تربط محافظة المثنى بالمحافظات الجنوبية والشمالية، وأيضا المحاور الأخرى للطرقات والشوارع الداخلية. معلومات أكثر عن هذا المشروع ينضم لي المهندس إحسان، المهندس المقيم على المشروع. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع أستاذ إحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية وزير البلديات والأشغال العامة والسيد مدير العام للبلديات والأشغال العامة والسيد محافظ المثنى المحترم المحترمين، يتم حاليا الوصول الى المراحل المتقدمه في انجاز مشروع تقاطع الصدرين المجسر في المثنى، حيث بلغت نسبه الانجاز ما يقارب 90%. تم اكمال الجزء الاول اللي هو المحور اللي يربط المدخل الجنوبي للمدينه بمركز المدينه. حاليا يتم ربط او يتم انجاز المراحل النهائيه للجزء المحور الرابط بين مدخل المدينه الجنوبي وشارع المحافظه، بنايه المحافظه وبنايه مديريه الشرطه. ان شاء الله في قادم الايام لم يتبقى من المشروع حوالي من مجموع 65 فضاء، لم يتبقى الى ثمان فضاءات لم يتم العمل بها لحد الان، التي هي الفضاءات الرابطه والتي تكون عبر المجسرات. العمل حاليا بحوالي خمس فضاءات كاعمال حداده ونجاره. في قادم الايام يوجد اعمال صب مستمره للمشروع. بلغت الاعمال المتبقيه لم تتبقى الاعمال الارضيه، اعمال التبليط وشبكات المجاري وكذلك الفواصل التمدد. ان شاء الله العمل مستمر بمتابعه دائره المهندس المقيم للمشروع ضمن اعمال المجسر. نعم استاذ حسان. ايضا احب المشاهدين بودي ان اتعرف اكثر عن المهندس الخاص بالشركه، الشركه المنفذه، لكن للمعلومه هذا طبعا
المجسر، ايضا هناك طرقات تابعه للمجسر باطوال متعدده. هذا المجسر طبعا ايضا يعني انشمل بالتوقفات والتلكؤ بالمشاريع الاخرى باسباب الكورونا وغيرها، هذه اللي اثرت على المشروع، والا كان مفترض منجز هذا المشروع، ولكن ان نوصل بنسبه انجاز تقارب 90%، يعني عموما المشروع بمحاوره السبعه يكون مكتمل ان شاء الله بالنصف الاول من العام القادم. نعم استاذ، ايضا السلام عليكم. وياي مهندس وسام. مهندس وسام من الشركه المنفذه. نعم مهندس المنفذه الشركه الارض الساحل المقاولات العامه. نعم. مثل ما قلت استاذ انه مشروع تقاطع الصدرين يعتبر المشاريع الكبيره في العراق والاول على العراق، حيث يبلغ ايضا اعتقد هو يعد المشروع الخامس على مستوى الشرق الاوسط والمجسر الاول على مستوى العراق. نعم حيث يبلغ طوله 3 كيلومترات من 100 متر، سبع محاور، العمل منجز من 65 فضاء احنا كملناه، بقى ما يقارب 8 فضاءات، هذه الثمان فضاءات انه عملها يكون مجرد ربط بين الفضاءات المنجزة إن شاء الله، وقلت لك مؤمل أنه يقرب ينجز لهذا المشروع بأقرب وقت منتصف السنة القادمة إن شاء الله. نعم. المشاكل اللي تعتريكم؟ المشاكل والله العانيتها مثل ما نشوف، رغم المشاكل رغم المعاناة الزخم المرور اللي بالموقع اللي نحن نشتغل به اعتباره سنتر المدينة. نعم نعم سنتر المدينة، أكثر المعوقات اللي عندنا هو الزخم المرور الصار، بس الحمد لله احنا مراعاة مع الناس الموجودين ما نقدر نقطع كل الطرق، حاولنا احنا نشتغل نضيق على نفسنا مقابل نفتح الطرق للمواطنين، تدري كلهم أصحاب كسبة و لازم نحسب العمل مالتنا مقابل ذول الناس يعني، والحمد لله العمل مستمر بوتيرة عالية. طبعا كل الشكر لمعالي الوزير، محافظ، دائرة مهندس مقيم، شركة منفذة، كلهم متعاونين إنجاز هذا المشروع بأقرب وقت. أحب المشاهدين طبعا هذا المشروع يعني إضافة إلى أنه لفك الاختناقات هو أيضا معلم حضاري وشكل جمالي وسط المدينة. هذا طبعا المجسر بالشكل المعماري وأيضا اللي هو يعتمد اعتمادا أساسيا على الصب الموقعي، ماكو بيه فضاءات جاهزة، كل عمل موقعي، شكل هندسي وأيضا فضاءات وحدائق ومصطبات داخلية. هذا حتى أكشف. المشروع حاليا مشروع تقاطع الصدرين المجسر ينفذ بطريقه البوكس جردر وليس الجردرات الجاهزه. نعم. فكون اعمال الصب موقعيا تنفذ بثلاث مراحل لكل بوكس جردر لكل فضاء، طول الفضاء الواحد حوالي 33 متر وبعدد 65 فضاء. الاعمال الارضيه للمشروع تتضمن حدائق واكشاك ومصطبات وأماكن جلوس حامة، وكذلك يوجد عدة جسور للمشاة رابطة بين أجزاء المجسر اللي عابرة، لكون المجسر يقع في مركز المدينة التجارية مدينة السماوة. أعمال المجسر إن شاء الله الأعمال الصب الكونكريتي تنجز إن شاء الله في مرحلة قريبة، وتتبعها الأعمال الأرضية التي تم المباشرة بالعديد منها بعد كل جميع المحاور، تم مباشرة أعمال القالب الجانبي وأعمال الأرصفة وكذلك أعمال المجاري. إن شاء الله المشروع متواصل العمل به ضمن وتيرة متواصل. يعني ممكن أن نشوف تحفة فنية داخل مدينة السماوة بالأشهر القادمة؟ ان شاء الله بالاشهر القادمه راح يفتح المحور الثاني، حوالي 60 يوم ينفتح المحور الثاني، محور شارع بنايه المحافظه المدخل الجنوبي الرابط المدخل الجنوبي، هذا هو من اعلى المجسرات الموجوده حوالي بارتفاع 22 متر عن مستوى التبليط. ان شاء الله كشكل معماري انا شكل تصميم جدا حلو وراقي، راح يمثل كتحفه فنيه ومعماريه اعلى من اكثر من اعلى بنايه حاليا موجوده. نعم. المجسر هذا اللي راح ينفتح اللي هو المحور شارع المحافظه والمحاور الاخرى اقل منه بالـ 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 نعم. بالارتفاع. نعم. يكون طريقه كروس تحت شارع المهدي المدخل الجنوبي امر تحته المتبقي من شارع القرار. نعم. شكرا جزيلا. نعم. عارف على كل هذه المعلومات، اكيد انا بانتظار تغطيه ثانيه يكون افتتاح لهذا المجسر حتى نشوف اللمسات الاخيره والمنجز المعماري لهذا المجسر، اكيد احنا بانتظار هذه التغطيه. شكرا جزيلا لك عارف شهيد على كل هذه المعلومات.